الميدانية لسد تمسنا كتدخل في إطار القافلة أقسام الماء لتحسيس وتوعية حول ضرورة تغيير السلوك مع الموارد المائية. التلميذ عندما يقوم بزيارة ميدانية لواحد منشأة مائية يعني كيكون عنده رؤية واحدة أخرى فعلا أن تحسيس داخل الأقسام عنده الأكل دياله، تحسيس عبر ورشة الرسم كذلك، ولكن كيبقى زيارة سد شي حاجة مهمة بالنسبة للتلميذ باش كيعرف هذيك اللبنة المهمة اللي داخلة في تزويد بالماء الصالح للشرب كيفاش كتدبر، كيفاش هي، شنو هما مكونات السد. هادو كلهم مجموعة من المعلومات اللي ما كتكونش عندهم فكرة عليها، وبالتالي حنا كنطمحوا من خلال هاد الخرجات ان نوصلوا الفكرة بطريقة أسهل وبطريقة عملية، والهدف كامل هو تغيير السلوك تجاه الموارد المائية، الاقتصاد في استعمال الموارد المائية. احنا الطريقة اللي كنتبعوا هي ان كنقولوا للمواطن يطرح السؤال على راسه، كيفاش هو عارف اشنو هما التقاليد ديالو او كيفاش كيتعامل السلوكيات ديالو. فإلا طرح السؤال على نفسه كيفاش غنغير انا من هاد السلوكات باش نقتصد في الماء، اكيد غيلقى الطريق باش ما نجيش انا ونطرح عليه واحد السلوك. غنخليه هو يقلب على السلوك اللي غيخليه يقتصد في استعمال ديال الموارد المائيه. هاد البراج كيمكننا من حمايه المحمديه من الفيضانات وتزويد العالم القروي ومدينة بن حمد والقارة بالماء الصالح للشرب. في هاد السنوات الأخيرة كيعاني المغرب من واحد الإيجاد مائي كبير، حيث أن نسبة الملء في براج تمسنا السنة المنصرمة كانت هي 38.4، في حين اليوم في نفس الوقت من السنة كيوصل الطو دو غومبليساج ديالو 29.4، يعني مازال كنعانيو من ايجاد مائي كبير في المنطقه. لا كل واحد فينا عرف هاد الحاله اللي كيعانيها الموارد المائيه بالمغرب، وكل واحد دار فينا واحد تدخل بسيط يعني في استغلال ديالو الماء يعني اقتصاد في الماء، يعني ترشيد الاستعمال ديالو الغير المفرط. غنكونوا بعدا نقدروا نتفادوا هذا الاجهاد المائي في السنوات القادمه في حاله ما كانش تساقطات. كانت تساقطات نتمنوا من الله يكون خير.